شد حالك قبل باكر في العلوم البزنسية، العلوم البزنسية، العلوم البزنسية. في نجاحك لا تهاون، كلنا نعين ونعاون، التعاون التعاون والمعاني عالمية، والمعاني عالمية، المعاني عالمية. بين جدك واجتهادك وانضباطك واعتيادك تقدر تحقق مرادك بالطموحة القوية، بالطموحة القوية، بالطموحة القوية. لا يصير الدم فاير في المكاسب والخسائر، أجرك وشلون سير. طيب شلونك؟ عساك طيب؟ يلا حية تبقى، يلا حية تبقى. شلونك؟ عساك طيب؟ كيف الحال؟ يا كنترول وضعي اوكي؟ ترى ما اشوفكم انا، اوكي ما اشوفك اللي هنا، ما اشوفك اللي هنا. يمه 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 خفت 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 انا. يمه يمه خفت خفت. جيران هذه. مرحبا. ارحي يا حي. الله يبقيك. الله حي. شيخ طيب شلونك؟ شيخ طيب. ها عليان. عليان يا شيخ. شلونك؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ شيخ طيب. نواف العرماني. هلا هلا. شيخ القرية. شيخ القرية. شيخ القرية. شلونك؟ ظهرت وقلت حق الشيخ. طيب يلا حي. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا. ما شاء الله. وش ذا الزين؟ بمشيك الاسبوع انت مرة. وش ذا؟ لا لا ما شاء الله. ما شاء الله. تحية لكم حاضركم وغايبكم. كيف الحال؟ غايبكم اللي مهم جاي اليوم بنشوف حل هلا فارس. فارس بن مبارك الحربي. الفارس ملثم. هلا بندر. مرحبا ومسهلا ابو مناحي. الله يبقيك. كيف الحال؟ علي بن مشعل. الله يحييهم. كيف الحال؟ استريح. هلا عد عد استريح. انا بعد انا بعدي بس انتم عدوا قبلي عشان ناخذ حدرة وناخذ امورنا. يلا حيهم. يلا حيهم. كيف الحال؟ مساكم طيبين. يا هلا. مهذر ايش فيك ابوي انت؟ ايش فيك؟ ولا عدمك. مرحبا بك يا ام اسفل. كنترول اي كان معي. هنا هنا هنا. اقعد محلك محجر العين. والله ما له وقت. تسمعني؟ انا ما بجالس. ممتاز حبيبي. طيب اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه. اسعد الله مساكم متسابقين، نجوم، جمهور، متابعين. طابت اوقاتكم بكل خير. عشت يا ابو. بس بس خلاص. اليوم حبينا حضر عند الشباب نشوف ملاحظاتهم، نشوف متاجرهم، نشوف نشاطهم الحيوي. هذا لوكيشن جديد. ايش تبون بعد اكثر؟ ما شاء الله وجيهكم مع اللوكيشن الجديد هذا مفتح. لا اله الا الله. اثر ذاك مغمد. وانا ايش اسمه؟ لا مهم موجود. نواف. اي الشيخ الجديد. شلونك الله يحييك؟ حدثنا عن ترتيبك، خططك. انت بتشوفون شيء يعجبكم ان شاء الله. هذا هو شيء ممتاز. اي حدثنا عن بعض. الشمراري اعطه مايكك. وين ابوي؟ ما انا ما ابي اجلس. اعذرني اعذرني. طيب ابو بجيبك كشته. ولا يا عزوز. اي تفضل تفضل. زاد فضلك. اقول ان شاء الله شغال. عشتوا لهنتوا خدمكم المال والبنون. لا انا افداك انا افداك. تفضل. عندي فعاليات ممتاز وعندي مسابقات ممتاز وان شاء الله راح تشوفون. ما يسر عيونكم اللي يعجبكم وان شاء الله انا واخويا متعاونين مع بعض. ممتاز. وان شاء الله نرضي الجمهور ونرضي. اي بس تعال سم نبيك تشرح لنا يعني كذا مثل ما تشوف انت زملائك بعضهم تاخر عن بث اليوم سبب النوم. البعض من المتسابقين تعبانين. ليه تعبانين؟ تعبانين ان شاء الله. اي والله تعبانين. توكم الان في منتصف. قل لي المسار. هلا في منتصف المسيره الاعلاميه الان. تغيير الجو يعني تغيير الجو زي كذا. وثاني شيء انا ما دامني شيخ القريه اتكلم نيابه عن اخواني
كفو قطيب بالقرار اللي صار لأخوي محمد بندر ومحمد المسردي والطوالة وعبد العزيز الصقر، هذا القرار صار وحنا ما درينا عنه، وأنا ما دامني شيخ أنا عارض بالشيء ذا نيابة عنه. كفو قطيب. أحسنت، بارك الله فيك. الآن يا كنترول سلطان دويحس عليه منع من البث ولا شيء؟ لا موجود. وينه؟ عطني عطني صدى يا سلطان، سلطان. طيب يا شباب سلطان، سلطان دويحس أكرم فداك، أكرم جعلبك في الجنة. لا لا موجود. بالله يا شباب صفقة، بالله ايش الثقة ذي؟ الله يا الثقة، الله اللي بعمرك. لا داعي، لا داعي، ارضي والزمان زماني، انا اجي في اي وقت. لا لا انا دخولي غير، عندي مطبخ والله. لا يا يا اخي الله الحضر يا ابو حبيبي. يا ابو دواحس، هلا ابو دواحس. هلا يا ركار، شلونك؟ شلونك؟ امورك زينة؟ الله يطول لي بعمرك والله بخير. تفضل. هلا هلا ابو دواحس، منور منور. عاش عاش سلطان، عاش. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. انا عندي مطالبة. الا وهي؟ تفضل الكاميرا كذا. ايوه انا عندي مطالبة. الا وهي؟ لا عبد الرحمن كريب طالب به. طالب به؟ لا طالب عبد الرحمن كريب. ايوه وش طالب؟ يجينا هنا ويسهل العيال يلعب فيهم، ما خليهم يرقدون. اي بس اللي انا اعرفه عبد الرحمن كريب هم متواجد في الرياض بكبرى. شوف هم مي. شوف خليني اقول لك ايش دراك انت؟ كان عندنا الصباح الى الساعه 11 سحر العيال. لا لا ما كان عندنا، يخليهم يسهرون. لا لا ما كان عندنا. وشولف معهم كرمونه ابو عبد الله. الى قام العيال وتعابوا، جا قدام الظهر رقدوا وما قدروا يقومون، قاموا صحوا مايكات. الحين نص الرجيم مسحوا مايكات. يعني انت الطالب الان بمحاسبه. ردوا مايك المسردي، ردوا مايك محمد الطواله، ردوا مايك واجد محمد محمد، ردوا عبد العزيز صقر، ردوا على الاخوان كلهم. شو سالفه ذي؟ كنترول الاسامي اللي قالها ابو دويحس كلها ممنوعه من البث؟ نعم. طيب بس بس هذا بس هذا يعتبر اول مره لهم؟ اي والله تكفى ابو مناح. ابو مناح العلب. طيب ابو مناح. ممتاز ممتاز. بعدين صاحب المايكات المفروض يكون محمد منصور. هذا اعدادي صاحب المايكات. لا محمد منصور مفترق الطرق ان شاء الله بيجيكم ان شاء الله. تطور الاعداد. عطري يا كنترول الاسامي الغاليه علي. فارس شلونك؟ مرتاح فارس؟ اهم شيء شوف فارس، اهم شيء راحه النفس والطمانينه، فهمت؟ لازم. والله اني تعبان يا ابو صدر. انس الميموني سم، وبعد عبد العزيز مسفلي. يا هلا الله. ازراف هزراف. ايش هو هزراف؟ هزراف. لا تعال دينا علشان الكاميرا. هو تفضل. ازراف وخنجر زراف. الله زراف. طبعا قبل ننسى اعزائي المشاهدين، هناك نقاط في اخر الفقره يسحب من الهاشتاج اللي هو البزنس 52 خلاص علشان خطركم راح اقسمها على اثنين، مو بواحد اثنين، خلها على اربع، على يعني 50 50 اي 50 50 اي هذا 200. خلنا اتكم معك من نقطه. انا معي 300 نقطه عمده. 300 نقطه؟ لا يا ابو مناح، لا خلاص 500 راح. لا يا ابو مناح حط 500، حط 500 بس. 500 إيه؟ ولا تزعل 300 نقطه. تفضل. تفضل زاد فضلك. احنا عندنا متجر هزراف. هزراف عنده عطر سواج، افضل عطر على يمكن الكره الارضيه. على كل الارضيه افضل افضل عطر بوجهه نظري. حلو شفت ولا لا؟ عطر للجنسين، مكوناته جميل جدا، عطر خفيف ثقيل لطيف. حلو. جميل رسمي. رسمي حلو. كود الخصم اللي يخصني انا اتش 20. ما شاء الله. هذا هذا هو. شفت عقلي ما هو هذا هو. هذا هو. اي ما شاء الله. اي الله يجزاك. والكود الخصم حق عزيز مسفري اتش 21 الشريك. الشريك خصم 50%. 50 50% زياده. 50 50 زياده عليها. كود الخصم حق عزيز مسفري يجيك 10 اضافه بالمئة، وكودي 10 يعني 60 يعني 60 يعني اذا هو ب 100 ريال تاخذه ب 40 ريال. نعم. شوف لا اله الا الله. لا اله الا الله. لاحظتهم يا كنترول شو ملاحظات عليهم الشباب؟ ولا شيء. خبر شيء؟ ما خبر. خبر شيء؟ ما خبر شيء. بعدين عندي ملاحظه على المتاجر، انا معلش يعني. لا لا على متجر خاص. يلا
خل ملاحظتك انت بينك وبين صدرك. اي انت وجهه الملاحظه شفت قالت تقولها يا كنترول. عطني ملاحظتك على انس الميموني وعبد العزيز المسفري. حلها بين العمده خلوه. اوف الدرجه دي يعني للدرجه دي ما شاء الله. تفضل. هذه بدل النقاط. تحيه للشباب انهم ما عليهم اي ملاحظه. طيب المستثمر اتوقع انها البارح صح؟ اي نعم. طيب وش المستجدات؟ انا ما راح اقول لكم ابي انتم تعطوني. في ايش المستثمر يعني؟ اي ما اللي شراء؟ المستثمر نفس التسويق قبلها المشترى. اي وش علمني؟ انا شريت هجراف. ايوه. فارس الحربي شرى وايتي. انا شريت صفار ازهار الطيب وجلسه بن ملحم. انت نحلة العسل شريك محمد الطوالة. انت يا عود ازرق يا عسل يا عسل. يعني انت ما تطيح الا متساوي. علي الشمراني ساس العود متجلي ساس العود وزكي السالم. من اللي معك شريك انت يا شباب؟ معي عليان وابن فرزان. ساس العود ابن عليان وابن فرزان زكي السالم. انا اسولف مطمئن. ركان ليه يا ركان؟ بعد فيه خلصت النتائج. لا يا شباب لاحظتكم على ركان السهلي. ماش ملاحظه ان شاء الله. ثوبك ايه شلونك ها؟ ايه مره ما زين. طيب ليش انت؟ لا ما زين فكره المتاجر وال والله انا اني هني بشتي مستر والله، لكن طلعت مستشفى وقت مستثمر ورجعت للمتاجر. شوف راح يعني ولا انت كنت ناوي تزاود وتاخذ؟ اي والله. طيب اذا جاء الاسبوع القادم ركان السهلي باقي في القريه ولا زاد ولا خذلها متجر حطوا عليه خطين. يهمني يا ركان السهلي. الله يطول بعمرك. احنا نبي نسلم عليك. مرحبا يا ابو مناح. شو اخبارك ام ملحم؟ علوم السعد الله مرتاح؟ جدا. اشم معك كيس وش؟ هذا زهر الطيب. من شريكك انت؟ لبي. من شريكك؟ شريكي نواف العرماني. الشيخ نواف. من قدك يا ابو ملحم. شريكك الشيخ. لا بحكم ان الاسبوع الماضي كان فيه ملاحظات بس على ابن ملحم، والاسبوع هذا ما شاء الله اشوف انه متعدي الملاحظات. الحمد لله. هذا الذيب يتعلم من خطاه ويروح. نعم صحيح. تعال يا ابن ملحم تكلم عن المنتج. يا ابو مناحي سمع، انا رايت وقف عليان جنبه. وقف عليان جنبه؟ لا الشريك عليان. لا الشريك نواف. ابو مناحي تفضل. ابو مناحي خلى علينا معنا هذه. ها كل خسارة امان. اعطوني خلى ضغط السلطان. خلى انت الان اشرح عن زهار الطيب. براند سعودي يقدم اجود انواع العطور الجيده الممتازه. ريحته ثقه ما لها شكل. واشتروه تراه يجوز لكم يعجبكم. وما جازكم ما عجبكم ردوا علي وحساب علي. ذكرني بالرجال. ابو ملاحي وخذ واحد الثاني مجانا. يا خلاص شو انس ذكرني بالرجال. هذا عطرك ذا قدية. قدية قديك على الدرب الصحيح. عندي سؤال. خلصت من طيب ثقة ورسمي. الله تفضل. جعل الله في العافية. مناحي تفضل. خلاص بن ملحم ما عاد ادري شيء ان شاء الله. بن ملحم ثقة. الأذان انت والله ثقة. طيب اي الأذان واحد يدنا شباب هنا يدنا هنا ما يدنا هنا قبلك. إيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سفراء الوقف من الاسبوع ذا؟ سفراء الوقف. طيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باسمي خاص صح وباسم هذول النجوم نرفع لزميلنا المقدم ريان البلوي التعازي في وفاة والده، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وبدله داره من خير من داره، اللهم تقبله واجعله ضيفا من ضيوف الجنة يا رب العالمين وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. سفراء الوقف بن ملحم وين مناحي؟ تعال يا بن ملحم عطنا كلمة عن الوقف. الوقف اللي يتم الأول في منطقة جيزان بوادي عمود. أذكر المشاهدين الكرام وأذكر أخوان المتسابقين من يتابعنا خلف الشاشات، أوصيكم وأوصي نفسي بالصدقة، الصدقة أجرها عظيم وفضلها عظيم جدا، مستمرة معك ليوم الدين. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، في الجنة أشار الوسطى والسبابة. أوصيكم وأوصي نفسي، السهم الأول للفرد 300 ريال والسهم الثاني للوالدين ب 600 ريال والسهم الثالث كذلك للأسرة 900 ريال. أوصيكم وأوصي نفسي بالصدقة. هذا والصلاة والسلام. أحسنت، بادروا قبل أن تغادروا. نعم. جزاك الله خير وكتب إن شاء الله هجرك وجر ما يسمع. لكن بمهم صار على ترخيصك. ترخيصي بيني وبينهم شل أبوك حط أبوك الإدارة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها عليان رصة بعشرة. والله أنت اللي بيلك رص. طبعا لا زال ابن ملحم على الترخيص، الإدارة أنا وياهم والترخيص. طيب الأسبوع ذا بنقول يلا بنمشي، لكن ها الأسبوع الجاي يجيك عليان يجيك فلان، مالي شغل مالي شغل. أنا أنا اللي مالي شغل عليان ما قصر بيض الله وجهه. تفضل ما قصروا اليوم خربوا صادف تفريغ. تعال بدو يحش آمل بس دلل أنت بدو يحس. لا بس سؤال بس عادي. وشو؟ الحين عليان يمكن حصل عليك يا أبوي اعترض وش دخله؟ لا 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 شوف لا لا شوف هو 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 من باب يعني أتوقع الأسبوع الماضي كان متضايق وكان فهمت شاف رفيقه ويبي خاطر رفيقه زين يعني متخسر رفيقه في الأرضية ومتخسر في الجلسة ما يبي ف ضيعت خصمت عليه الحمد لله خلاص راحت بلي راحت به زين هالشينها. طيب علينا تعال خليه يسامحك خلهم خل رجع منه. طيب نواف ايش فيك؟ ايش فيك اليوم؟ ما أدري سموه ليه؟ خلاص أطلب السموح دوش في النوم خلاص سامحنا وياك يا رجال. اي والله هي مكيفاتنا عقب اصرفوا اصرفوا له علاج ولا اصرفوا له 20 لا لا عندنا كل شيء ايش اللي ما عندنا حتى لازم تروح مع زيرو مع رجاء يا اخ باسم. باسم طاح يا استاذ حبيبي تحيه لباسم يستاهل تحيه لباسم يا اخي المشكله اني اضيع بينك وبينه كلنا واحد احنا مو 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 لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله انا منك نبدا نسحب من هاشتاج اسحب سم بسم الله سم اسحب تفضل سحب من هاشتاج وهذا اسحب علينا لا انا ما امسح عليك امسح عليك خذ الجلسات انا خذ الجلسه بس اقدر احطها في اي مكان ابغيه خذ الجلسه بس ما دشنتها من الاسبوع اللي راح ارضيه يعني من لا انا عندي جلسه قلت خذيتها مكان هناك كنت سنه كان انقلوا هنا والجلسه موجوده بس ما ادري احطها في مكان شوف لك شوف لك طبعا الاراضي اللي كلها مسموعه هذه ترجع للاداره طبعا لازم هي من اسبوع لاسبوع رجع شريك قبل اسبوعين اسبوع الله يرحمه الجلسه انت زود عليها مستثمرها ايه 6000 وزياده طب الاسبوع اللي راح خلاص راحت هو اخذ الاسبوع اللي راح هو كل اسبوع لازم يشتري بس يعني مستثمر خلاص ما عاد لا خلاص الاسبوع راح راحت عليك الجلسه اي صح راحت عليك لازم انك تجدد طيب لا حاول انك تستثمر الاسبوع القادم اخوي انا اللي محبوب من البث ايش فيهم عطره يقول عطره بيجون بيجون والله مو زين والله صوت بالبط هذه
اللي هو القرار. ايه يا ابو مناح حط على رجلك يا ابو مناح. ايه تكفى ابو مناح. شوفوا سم القرار 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 اللي صدر من الاداره الاسبوع قبل هالاسبوع اللي تاخر عن البث الساعه 4 العصر يسحب مايكه حتى نهايه البث. طيب انتم تعاملوا طبعا اخوياكم جاهم ما جاهم الان من حرمان من البث لنهايه البث اليوم ابو مناح. طيب هالمره بس خلوها هذا 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 قانون. تم. لو ما لو ما المره دي خلوها المره دي خلوها بتروح خلوها خلوها ابو مناح قلها ابو مناح قلها لا لا احنا نقول ان شاء الله نطالب بتخفيف المده من نهايه البث الى ما قبل نهايه البث ان شاء الله يجونكم احنا ودنا نتكعب ابو نتعاون احنا واخويانا كذا وكذا كذا وكذا هم احنا نريحه هم نريحه عشان يوسف سبحان الله تشوف مشكله انت والله ماني مشكله والله لا مشكله يا الجمهور عليكم فيهم وعودوا على العمده نبدا نسحب من الهاشتاج 300 نقطه اللي سوف نقسمها اليوم اللي 100 100 اللي ثلاث اشخاص كل شخص له 100 وش رايكم يلا يلا تعال يلا نشوف 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 نقول بسم الله لان يا شباب والله صراحه يعني المشاهد وانتم يعني ما خليتوا اهلكم وخليتوا اشغالكم وارتباطاتكم وجيتوا في هذا المكان الا تبون تقدمون انفسكم للجمهور. طيب الجمهور حاب انه يشوف وش عند سلطان وش عند نواف وش عند ملحم وش عند انس فهمتوا؟ اذا الشخص هذا تهاون في الخروج الى البث المشاهد ايش ذنبه؟ صدقني ما بتهاون. انا اتكلم لك يعني فهمت؟ فارس معي ولا ما انت معي؟ طيب المتابع بمل النسخة هذه يا متهاونة يعني ينامون على كيفهم لا بداية الأمر أول ما جيتكم قلت ميدكم التعمنسي ممكن أنك هنا بتواجه يعني نوم متلخبط شيء بس التعمنسي تطلع منا بعد كم فترة وشيزة شهرين أو تطلع بتروح أهلك وبتنام على كيف تقوم على كيفك بس أنت الآن في مرحلة امتحان قدم نفسك قدم نفسك يلا يا شباب نبدا نسحب ايش تبي عشان الصلاه معنا الصلاه لا طيب 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 الهاشتاج قلنا البزنس 52 ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة الأيام بسرعة بس اليوم وقتك جاي بعد المغرب يا أبو مناع احتمال أجيك الفجر ما شاء الله نفس اليوم احتمال أجيك الآن وأجيك بعد الفجر بعد الفجر طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كويس ما قام بعد الفطور كان قلت وصلت علاج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اول 100 اول 100 اول 100 اول 100 اول 100 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 ركال السلي صح الارزاق سبحان الله تجي الارزاق لا اله الا الله يلا يلا الثاني 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 المية الثانية المية الثانية المية الثانية المية الثانية المية الثانية وين راحت؟ نصيب من؟ انا ميل 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 انس يا اخي المشكلة هي كنترول كلها ركاسة يا واضح عرفنا ميل ايه اي والله موقف ايه اسحب من عندك وعطني ما ادري وش المشكلة اسحب الاسامي بتوصلني من الكنترول
حلو حلو وسلوى. ايش رايكم نمشي؟ يعني نمشي على رجلينا نتحرك شوي نتحرك. لا خلنا نتحرك نمشي. يلا انتم انت تسحبهم بيقولون بس. يلا واحد اثنين ثلاثة قولوا بس بس. ايوه ما ادري انا يا اخي اوف 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 اوف. الاسم حلو الاسم حلو حلو الاسم فخم. انت الفخم ما تتوقعون. اود اود ها فعلا يا متعب والله عزيز معجب ما تتوقعون. علي الشمراني يستاهل. علي الشمراني يستاهل. متكي علي عاطي الاسم الثالث. دور دور من يسحب هو. قولوا وانتم بس دور دور قولوا بس 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 وقف. دور 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 100 دور دور 100 بس بس. الاسم هذا هذا ويش من ثقله تهتز القريه. اريا 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 هذا كنت صدى يعني اثقل واحد هذا في بوندر. الاسم هذا له ثقله ومكانته ونجوميته وحضوره الفارق مهد المسفر. استاهل يا مسفر استاهل قاعد 100 شيء. طيب الان تعالوا اعطي الكاميرا دي يا كنترول. تعالوا تعالوا بدوي ايش فيك بدوي وصلنا.